لازم في البدايه نتكلم عن التطورات والاحداث والشغل الشاغل عند جمهور نادي الزمالك. والنهارده طبعا كلنا عرفنا قرار المحكمه الموقره اللي كلنا بنحترمه النهارده، ان نجمنا احمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني خرج بكفاله. نتمنى ان تنتهي ازمته قريبا، وفي نفس الوقت يا رب يا رب ربنا يرحم المتوفي ويلهم اهله الصبر والسلوان ويصبرهم على اللي هم فيه. لكن النهارده لاحظنا حاله جدل على السوشيال ميديا، ويمكن مش النهارده، ساعتين وانا جاي في الطريق لمدينه الانتاج، حول موقف اللاعب من ماتش سوبر افريقيا. وشفنا كلام كتير على السوشيال ميديا، واحد يطلع يقول يا جماعه كابتن احمد فتوح مش ممنوع من السفر، يا جماعه كابتن احمد فتوح ممنوع من السفر، طب يا جماعه هو هيسافر. فاحنا هنا كقناه نادي الزمالك لازم نقول لكم الخبر بدقه. قبل الهوا مباشره تواصلنا مع كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمشرف العام على الكره، وقال لنا بالنص، الكلام ده من على لسان كابتن احمد سليمان، ان مجلس الاداره بيدعم وبيساند فتوح بكل قوه، لكن اللاعب لم يتم ارسال اسمه في قائمه سوبر افريقيا، وبالتالي هو خارج مباراه السوبر. نقطه، عشان مش عايزين نشوف كلام كتير على السوشيال ميديا، واحد يطلع يقول فتوح في مباراه السوبر، فتوح في النهائي. طبعا طبعا كل الدعم لفتوح، كلنا في ظهره، وربنا يرحم المتوفي وازمه، ويا رب ما نشوفش حد في الموقف ده ابدا. لكن بالمنطق فتوح بيمر بظروف صعبه جدا، فحتى بعيد عن عدم قيده في قائمه سوبر افريقيا، ما اعتقدش انه مؤهل نفسيا ولا بدنيا ولا العقل والذهن صافي انه يكون جاهز وريدي لمباراه زي دي. فالدعم للاعب كل الدعم، وربنا يا رب يفك كربه، ومره تانية ربنا يرحم المتوفي ويصبر اهله وما يشوفوش حاجه وحشه في حد بيحبوه، ولا احنا نشوف حاجه وحشه في حد بنحبه، وموقف وناس كتير معرضه ان هي تتحط فيه. يا رب ربنا يبعدنا عن كل شر ويبعد حضراتكم. فندعي للمتوفي بالرحمه، وندعي لفتوح انه ربنا يفك ازمته. لسه الازمه ما خلصتش، لسه في قرار للمحكمه هنحترمه كده كده، ايا كان القرار لازم نحترم قرار المحكمه والقضاء المصري. ولكن انا بتكلم في حاجات لوجيك، لعيب بعيد عن التدريب فتره مش قليله، تكاد تكون شهرين او شهر ونص، لعيب ذهنيا بيفكر في مشكله كبيره هو واقع فيها، لعيب تعرض لموقف ربنا ما يعرضش حد ليه، موقف مش سهل. فما اظنش ان احنا بنتكلم النهارده 16، يعني حوالي 11 يوم بالتمام وكمال قبل مباراه، ده مش لوجيك ولا منطق. الناس اللي بتكتب كلام على السوشيال ميديا، بطلب من حضراتكم نحترم عقل بعض، نحترم عقل المشجع الزملكاوي، نحترم عقل المشجع المصري اللي بيحب كره القدم، ولازم نتحرى الدقه. يمكن ومش عيب لو يعني معلومه قلناها غلط او حاجه، قلنا انا اعتذرت لمعلومه تكاد تكون جات لي غلط وقلتها، مش عيب نعتذر، ولكن بلاش نلعب على حته انه الجمهور مستني حاجه معينه فاكتبها وعشمه، وهي ممكن بعيد كل البعد عن الدقه. حتى لو كابتن احمد سليمان ما كناش تواصلنا معاه النهارده وما كانش اكد لنا معلومه انه لم يتم قيد فتوح في قائمه مباراه السوبر افريقيا، بالمنطق واللوجيك كنت اطلع اقول لحضراتكم فتوح بعيد بنسبه 100% عن مباراه سوبر افريقيا.